لابد أنكم سمعتم الكثير عن جدري القرود في الآونة الأخيرة، فهل ينبغي علينا القلق؟ إليكم خمسة أشياء نعرفها عن المرض. أولاً، ما هو جدري القرود؟ هو مرض نادر ينتج عن فيروس جدري القرود من نفس عائلة الجدري، لكنه أقل خطورة بكثير، ويقول خبراء إن احتمال العدوى بالفيروس ضئيل جداً. يوجد المرض أساساً في غرب ووسط إفريقيا، وبالأخص في الغابات الاستوائية، واكتشف لأول مرة عام 1958 في موطن قرود كانت تخضع لأبحاث علمية، لهذا سمي جدري القرود. لكن اللافت هو أن الخبراء يعتقدون أن المرض ظهر بالأصل في ثدييات صغيرة مثل القوارض. أول إنسان أصيب بالفيروس كان طفلاً من جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 1970. في أغلب الحالات تكون الإصابة بجدري القرود بسيطة، وتتضمن الأعراض الحمى والصداع وآلاماً في الجسم مع احتمال ظهور طفح جلدي، وعادة ما يشفى المريض بشكل طبيعي بعد 14 إلى 20 يوماً، ولا يوجد حالياً أي علاج للمرض، لكن يتم التركيز على منع انتشار الفيروس. يمكن للفيروس أن ينتقل إلى الأشخاص من حيوان مصاب، وفي حالات نادرة يمكن أن تنتقل العدوى بين الأشخاص من خلال الاتصال المباشر. لكن لماذا نتحدث عن المرض الآن؟ ازداد الحديث عن جدري القرود لأن العديد من الحالات التي سجلت مؤخراً كانت خارج بلدان وسط وغرب أفريقيا، ويقول خبراء إن بعض هذه الحالات نقلت بين الأشخاص محلياً. فما الخلاصة؟ غيرت جائحة كوفيد-19 طريقة تعاملنا مع أخبار انتشار الفيروسات، وهذا ما قد يبرر القلق حول جدري القرود. لكن أفضل ما يمكننا فعله هو الاستناد دائماً إلى المعلومات التي يقدمها الخبراء من خلال بحوثهم في المرض.